يقول بعض الناس والله انا لا استطيع، نقول ان الله عز وجل ذكر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه الايه وعد من الله عز وجل لكل الناس ان الله لن يامره بامر وهو سبحانه وتعالى يعلم انه لن يستطيع فعله. الله سبحانه وتعالى لن يعجزك، يعني هيامرك بامر ويعلم انك لا تستطيعه ثم يحاسبك عليه في الاخره، هذا هو والله عز وجل يعشاه ان يكون ظالما. فاذا حينما تقول انني لا استطيع والله عز وجل يقول انت تستطيع، هل اصدقك واكذب ربك